إذن هو مشروع إنساني بادر فيه أبناء الكويت كعادة آبائهم وأجدادهم، وهو مشروع مبادرة إنسانية غير ربحية يهدف إلى تقليل هدر الفائض من المأكولات والمشروبات وتوزيعها على المحتاج من الأفراد والأسر المتعففة وأيضا جهات النفع العام. حوارنا هذا معنا بالاستديو مؤسس مشروع ريفود لحفظ النعمة الأستاذة مريم العيسى، اللي قاعد ترسخ بهذا المشروع مفهوم التراحم والتكافل بين أهل الكويت. حياك الله أستاذة مريم معنا. الله يحييك، مساك الله بالخير. مشكورين على استضافتكم. بالعكس، يعني احنا هذا شيء يزيدنا شرفا صراحة، والكويت دائما سباقة في كل أعمال الخير وعمل جميل وعمل تطوعي. كلمينا عنه، متى بديتي فيه وشنو فكرة المشروع بالضبط؟ فكرة المشروع هو أن نخلق يعني سيستم جديد داخل قطاع المواد الغذائية، بحيث أن يكون فيها عادة القطاع هذا فيه وايد هدر، لأن قبل تنتهي صلاحية الأكل بشهرين أو شهر كذي خلاص تروح، يعني يروح حق سكندري ماركت، يروح حق يعني أسواق ثانوية أو ينتلف، يعني في الغالبية ينتلف، يعني لأن الشركات ما تبي تحافظ على سمعتها، ما تبي ينباع شيء قريب من انتهاء الصلاحية يعني. فشفنا ان في يعني هدر كبير في القطاع هذا. شلون شفنا هالشيء؟ قرينا صراحه تقرير البنك الدولي عن الموضوع هذا، بحيث ان الكويت صارت يعني من الدول الاوائل يعني في العالم من حيث توليد الفرد للنفايات الصلبه يعني. ف 50% منها يقدر كطعام. فشفنا وين اكثر الهدر، اي بنسبه وايد كبيره، يعني وين اكثر كميه الهدر موجوده بالاكل يعني. فمن من هالشيء يعني بدأت فكرة المشروع هذا يعني. نعم، وشنو خططتوا له؟ انكم تسوون جروب، شنو راح يعني شلون راح توقفون هذا الهدر؟ احنا طبعا مستحيل ان احنا راح نوقف كل الهدر طبعا، بس يعني مشروع الألف ميل يبدا بخطوه طبعاً. يعني نعم. طبعا نعم. فاحنا صراحه بدينا سوينا ريسيرش على الموضوع، ان شلون الدول الثانيه قاعد تقدم على الموضوع هذا وقاعد تعالج المشكله هذه. نعم. فشفنا يعني سيستمز مختلفة يعني. رحنا أمريكا، شفنا The Greater Boston Food Bank في ولاية ماساتشوستس. نعم. وطبعا عندهم هناك يعني الانفراستراكشر وايد شيء كبير، وايد شيء عميق داشة في الحكومة، يعني في سيستم وايد عميق يعني متعدد الحكومة المراحل. تساعدهم. نعم. إيه يعني مالتي فاسيتد. بس وشفنا أيضا السعودية، عندنا بنك طعام السعودي كنموذج يعني أقرب إن إحنا ممكن يعني نقتدي فيه يعني. صحيح. بس صراحة يعني خذينا ذا بيست اوف بوث وورلدز، خذينا شيء من هني وشيء من ممتاز. هني ممتاز. وسوينا شيء يعني كويتي. مالنا اي شيء كويتي وما له علاقة يعني. فريقكم كم واحد؟ احنا تقريبا يعني 70 متطوع ما شاء الله. في المرة الواحدة يعني تلاقي تقريبا 20 متطوع بالمخزن يعني. ممتاز. لا شيء جميل يعني، وقلت لك احنا يسعدنا دائما. وطريقة التوصيل شلون توصلون الطعام حق منه بالضبط؟ احنا صراحه نعطي الطعام حق الناس المحتاجه اللي تينا يعني تقصدنا يعني. بالنهايه احنا مو قاعدين نوزع، انتم ما تروحوا لهم يعني، احنا ما نروح لهم لان احنا ما عندنا المواد او الموارد اللي احنا نقدر نخدم فيها الناس بالطريقه هذه. احنا نخدم من مخزننا، احنا عندنا بالمخزن يعني كذا بروسس. اول بروسس عندنا التسجيل، كل المستفيدين اللي عندنا نسجلهم بالسيستم بوينت اوف سيل سيستم، بحيث ان كل البضاعه اللي توصلنا بضاعه من شركات، فهم حريصين على ان هي يعني وين تروح ومنو ياخذها وكذا. وضروري وتعرفون يعني ليس بعضهم يستخدمونها يمكن استخدام ثاني بالضبط. يردون يبيعونها بالضبط بالضبط. طبعا احنا نوقعهم على تعهد انه ما يصير انه يتم استغلالها او انه يعطونها حق اي شخص ثاني او كذي. نعم. من المحامي يعني كل شيء موثق طبعا. ممتاز ممتاز. وغير كذي ان احنا نسوي تراكينج حق البضاعه اللي تينا، فاحنا عارفين يعني البضاعه اللي تينا متى جاتنا ومتى وزعناها وحق منو، لان نسوي تراكينج حق الشخص من رقم البطاقه المدنيه اللي عنده. نعم. نسويها ككاستمر كود يعني عندنا بالسيستم. جهد والله. فبعدين نعرف يعني الشخص كم مره جانا، متى جانا، شنو قاعد ياخذ من عندنا، شلون قاعد نفيده، شلون نقدر نحسن من استخدامه. شيء منظم. حلو. بالضبط، هو جهد لكنه منظم. منظم. دائما تنظيم يسهل الامور. اللي حاب يتطوع معاكم شلون؟ في شروط معينه ولا ممكن اي شخص يتطوع؟ ابدا ما في شروط، غير انك تكون نفسيتك حلوه ومستعد انك تستقبل الناس يعني. وهل في يعني معلومات تقدمونها ايضا للشخص المحتاج جايكم يعني بطريقه الاكل الصحي توفير؟ طبعا كلهم يدرون ان احنا يعني الاكل اللي نوفره غالبيته قريب من الانتهاء يعني. فاحنا نوعيهم في بالنقطه هذه. نعم. وطبعا غير كذي يعني احنا طبعا البلد احنا لازم نوزع حسب قوانين البلديه، ما يصير نوزع شيء منتهي او انه يعني باجي له وايد شويه وينتهي. نعم. عرفت.
بس انه يعني عالم يعني قاعد يتطور بيون ذات، حتى يعني بامريكا وببريطانيا بدأوا، وفرنسا بدأوا اول مشاريع ان هم اصلا يبيعون الاكل اللي اوريدي منتهي، فما بالك ان احنا قاعد نوزع شيء يعني قريب قبل. فالناس وايد تقدر تستفيد منه، خصوصا ان احنا قاعد نوزع عليهم كميات بسيطه، يعني حق كل شخص نوزع كميه شخصيه، مو قاعد نوزع عليهم يعني كميه مهوله. يعني مو شيء عائلي، يعني لو كانت هناك عائله محتاجه هل التوزيع بالنسبه لهم يكون للشخص ام كل فرد؟ لا كل فرد يسلم عن نفسه. ذكرتي لنا شغله بان البطاقه المدنيه والارقام هذه، فمعناته بان الاشخاص قاعدينكم ايضا كويتيين؟ يعني احنا صراحه ما نميز بين الناس اللي تينا، يعني كل شخص ينا يعني قاصد انه هو ياخذ الطعام، يعني ليش نرده يعني؟ نعم، فتخدمون كل الشرائح يعني وكل الجنسيات. كل بس انا يعني احس ان الناس اللي يجونا يعني يشوفون الناس الثانيه اللي قاعد تنطر، اللي قاعده معاهم يعني. نعم. فيعني ما احس ان في انانيه وايد في الموضوع هذا يعني، فاللي موجود صدق محتاج يعني. مكاننا يعني في احدى الجمعيات التعاونيه اللي تبرعوا لنا بالمكان، يعطوكم مكان خاص لكم، يعني خصصوا لنا مكان يعني كانوا قادرين هم يعني هم اوريدي كانوا مستفيدين منه تجاريا. بس قالوا انه يعني وايد عجبنا المشروع، اجر عجبتنا الفكره ودعمونا بهالشكل الجميل يعني. في دعم حكومي ايضا من الدوله، يعني هل قاعد تشوفون مساعدات يساعدونكم يسهلون اموركم؟ يعني نتمنى كل اللي بقلبك. لا نتمنى يعني نتمنى ان يكون في يعني انستتيوشنلايز سبورت يعني حق المواضيع هذه، لان احنا بدينا المشروع هذا يعني احنا فريق وايد صغير بالعمر وتو يعني في مقبل الحياه يعني، فمو ما عندنا وايد ريسورسز او موارد ان احنا نسوي مشروع ضخم مثل ما في بامريكا وبالسويد وبالسعوديه وبوايد اماكن بالعالم. بس يكبر ان شاء الله كل مشروع، بس ان شاء الله يكبر، لان احنا بدينا المشروع هذا من يعني من العدم يعني بدون اي موارد، يعني قدرنا نخليه يعني ناخذ المكان بدون مقابل. نعم. وناخذ وهم شغالين الستاف كله يعني فولنتير اورجنايزيشن كلهم على مود. انت الحين ذكرتي المكان والمتطوعين، الاكل هذا اللي انتم قاعد تاخذونه تدفعون عليه ولا ايضا تطوع من الشركات يعطونكم اياه؟ والله الصراحة هو كله تطوع من الشركات، ويعطيهم العافية أكبر شركات في قطاع المواد الغذائية إن هم يعني ساهموا في هالشيء وصاروا يعني قدوة حق غيرهم، إن صارت يعني حتى الشركات الكبيرة تساهم والشركات الصغيرة أيضا تساهم في الموضوع. حلو هذا، حلو إن يكون مجتمع عنده وعي أكيد لهذه الأمور، ولا يعني حابين يساعدونهم بشكل تطوعي بدون مقابل، فعلا إنهم يقدرون يستفيدوا منه ماديا بوسائل أخرى يعني. صحيح، بالرغم من هذا لأن عمل الخير حلو وما حد إن شاء الله يوقف بوجهكم. أكيد، وعلى فكرة مو بس الشركات الغذائية اللي تساعدنا يعني، حتى عندنا سبونسرز، يعني إذا سبونسر شركة خاصة مثلا عندنا سبونسر تبرع لنا بكل الثلاجات، يعني شرى لنا كل الثلاجات اللي إحنا محتاجينها حق المشروع هذا. سبونسر ثاني يعني جاب لنا كل الكمبيوترات يعني. ممتاز. يعني يعطيهم العافية صراحة الشركات، يعني قاعد تساعد حتى لو مو في مجال اختصاصها. خير يعني. ما حد يوقف فيه. حلو، إن شاء الله دائما الخير موجود. ومريم طالعين فاصل وبعد إن شاء الله مكملين حوارنا. مستمرين معاكم في عمل الخير ويعطيها العافية أختنا ما قصرت يعني مريم العيسى في ريف فود. زين الاسم ليش ما خليته شيء بالكويتي بالعربي، ليش ريف فود؟ لأن إحنا نطمح إنه يعني المشروع يصير أكثر من إنه يكون ناشونال، وبالنهاية إحنا قاعد نخدم ناس أكثرهم ما يتحدثون كويتي. ممتاز. لازم نوصل لهم بعد، عرفت؟ حلو مريم. ذكرتي العديد من إن القطاع الخاص قاعد يدعم هذا المشروع اللي قدم الكمبيوترات، شركة أخرى تقدم الثلاجات، غير اللي يعطون الأطعمة، كله المشروع تطوعي 100%. وين دور الحكومة في دعم هذا المشروع؟ يعني أنا أعتقد بنوك الطعام اللي موجودة بالخارج لها دعم حكومي، صحيح؟ أكيد كل بنوك الطعام بالعالم لها دعم حكومي، يعني إحنا نتمنى أن الحكومة تدعمنا، أن يكون عندنا مكان مستقل على أساس أن إحنا يعني المشروع تدرون قاعد يكبر. إحنا يعني اليوم مو مثل يعني إحنا بالبداية كنا قاعد نوزع على 50 شخص بالأسبوع. إحنا اليوم نوصل 800 شخص بالأسبوع. ما شاء الله 800 شخص. إيه؟ ما شاء الله. المشروع لما يكبر محتاج موارد أكثر، محتاج يمكن فول تايم ستاف، يعني ناس يشتغلون على طول. صحيح. محتاج ان المكان يكون مستقل بذاته في كل الموارد اللي محتاجينها. سعيت يعني له مريم؟ سعيت له؟ والله سعيت له يعني بكل الطرق اللي انت ممكن تتصورها. للاسف يعني ما صعب وايد بالكويت ان نحصل مكان، مع ان احنا يعني قاعد نسوي شيء غير ربحي وتطوعي وقاعد يساعد البلد. صحيح. وقاعد يخفض، اهم شيء انه قاعد يخفض من نفايات البلد. ممكن انه يخفض بشكل وايد اكبر. بالنهايه العالم كله، بالنهايه سمعه الكويت بالخارج قاعد تعدل. بالضبط. يعني انتم قاعد تساهمون في ان تقرير البنك الدولي يتغير عن الكويت،
فليه ما فكرتوا تسوون مثلا تشهرونها كجمعية؟ والله صراحة يعني احنا سوينا شاورنا محامي وشاف ان يكون عندنا رخصة غير هادفة للربح يكون بالضبط. انفع لنا من هالناحية افضل توسع مؤسسة يعني خلينا نقول بشكل رسمي اكثر. بالضبط بالضبط. فالحمد لله يعني عندنا كل الاشياء القانونية. بس مريم هل تعتقدين يمكن يعني كانت ردة فعلهم يعني بان احنا ليش عندنا بيت الزكاة وبيت الزكاة، وطبعا لجان كثيرة جمعيات كثيرة وتقريبا قاعد يغطي بيت الزكاة 44,000 شخص او اسرة يعني قاعد يطعمها وقاعد يساعدها. بس يعني احنا خلينا نشوف ان هذول الناس اللي قاعد يحصلون على مساعده غير الناس اللي مساكين اللي تحت السيستم اللي ما يدرون عنهم بالسيستم يعني شيء مو موجود بالداتا. بالضبط يعني يعني خصوصا الوافدين اللي يجون شويه ويرجعون اللي حالتهم صعبه يعني غير محددين الجنسيه وايد عندنا يعني فئات خلينا نقولها شاف يعني انفيزبل بالمجتمع يعني غير مرئيه يعني بالمجتمع يعني بالنهايه يعني احنا بدينا العمل هذا كنوع من تخفيض الهدر يعني الموجود. صحيح. لان بكل بلد تقريبا يعني حضاري قاعد يسوون اعاده تدوير بشكل مستمر، وفي السويد تحديدا قاعد يعني قدروا ان مرحله ان 1% بس من النفايات اللي عندهم من كل يعني من كل النفايات ان يقدرون خلاص هذه اللي تنقط يعني 99% قادرين يحفظونها. نعم. واحنا بالكويت 1% مو قادرين نحفظها يعني. فاحنا بدينا من هو يعني هذا شيء يصير يعني على 3 مراحل، تخفيض الاستهلاك. نعم. واعاده الاستهلاك واعاده التدوير. فاحنا ممتاز. بدينا بالبوينت اي يعني وان شاء الله يعني نكون انسبريشنال يعني حق غيرنا يعني باذن الله. ما حاولتم تتواصلون مثلا مع هذه الجهات الخيريه اللي ذكرناها بيت الزكاه او جهات اخرى في انكم تعرفون ناس ممكن يستفيدون ايضا من هذه؟ طبعا هذا اول يعني من اول الاشياء اللي احنا. نعم. سويناها. بس هم الجهات هذه مثل ما انت تدرين جدا محافظه على البيانات. نعم. اللي عندهم لان هذه معلومات سريه وهذه امانه فما يشاركونها مع جهات ثانيه يعني. فاحنا اضطرينا ان ننزل الشارع يعني صراحه بتشوفه. رحنا يعني مناطق شلون معينه. بديتوا انكم تعرفون الناس فيكم؟ تعاوننا مع نساء كويتيات. جميل. من عادتهم ان هم يوزعون اكل على ناس محتاجه. فهم عارفين الاماكن الناس المحتاجه يعني. ومريم لازم هم يتم التاكد من الشخص اللي ليكم يعني مثلا لا يكون خلاص هو شخص عاطل ولا منحاش من كفيله ونحاش ما ادري وخلاص صار الحين عايش عليكم بالاكل، فيمكن هذا يسوي مشاكل في الدوله. فانتوا هم تطالعون تشوفون بياناته وين يشتغل وش قاعد يسوي. طبعا احنا يعني نطلب منهم ان هم يسوون يعبون البيانات كلها. نعم. يعني عندنا شخص مخصص بس انه هو يعبي البيانات. بس بالنهايه احنا بدورنا ما نقدر نتحقق من كل البيانات. هذه فنوقعهم على اوراق ان جماعه المعلومات هذه يعني صحيحه اللي تقدرون عليها عشان تكونون بالسيف سايد. نقول اذا انتم فقط تستقبلون الاطعمه الفائضه خلينا نقول في هذه الحمله ام ممكن تستقبلون الاموال؟ احنا طبعا نستقبل الاموال. مثل ما قلت لك عندنا شركه اريدو متبرعت لنا بالكوميونيكيشن سيستم. نعم. وباللابتوبس الموجوده عندنا بالسيستم. عندنا شركه القريش اللي عطون متبرعت لنا بكل الثلاجات هذه. فنستقبل جميع خير. انواع التبرعات. عندنا شركه نوترينا تبرعت لنا بمبالغ ماديه يعني على اساس. نعم. احنا نبدا ناسس المشروع. حلو. فعندنا يعني الحمد لله يعني ممتاز. وهل بعد ممكن اضيف تستقبلون مثلا ملابس امور استهلاكيه غير ملابس؟ ما نستقبل كونسيومر جودز. الامور الاستهلاكيه نستقبلها يعني مواد التنظيف مواد التنظيف. اي شيء يعني ممكن تشوفه بالجمعيه احنا نستقبله. حلو. الحين اللي يبيكم او اللي محتاج حاليا وقاعد يسمعنا وين يجيكم؟ ضروري. احنا عندنا على صفحه الانستغرام والتويتر. نعم. وعندنا صفحه اللي هي الويب سايت. شنو الصفحه؟ مالت الانستغرام والتويتر ريفود كي دبليو. نعم. والموقع طبعا الالكتروني شامل في كل المعلومات refoodkuwait.org. وطبعا جميل. عندنا رقم يعني ان شاء الله تحطونه على الشاشه ان شاء الله اذا يلقوا المعدل ان شاء الله. يا ريت لو يعرضون صحيح الرقم على الشاشه. كل الشكر لك مريم العيسى مؤسس مشروع ريفود للاطعمه. شكرا على هذا العمل الجميل اللي قاعد تقدمونه انت ومن المتطوعين او المتطوعات اللي معك. مثل ما قلتي بالبدايه مثل طريق الألف ميل يبدا بخطوه. انتم بديتوا حاولوا وثابروا ضروري يعني. ونتمنى فعلا دعم حكومي لهذا المشروع اللي ايضا راح يساهم في تحسين صوره الكويت الخارجيه. شكرا لك مريم. الله يسلمك. مشكوري على استضافتكم. وايضا مشاهدينا نكون شي وصلنا لنهايه حلقه اليوم. نشوفكم ان شاء الله باكر على خير. مع السلامه. مع السلامه.